صلى الله عليه وسلم بشوشا متسامحا عفوا لا يحمل ضغينة لأحد. فلعب الثقة لأبي سفيان إذا قال إن دخل دار أبي سفيان فهو أمن. علي زين العابدين سيدنا علي زين العابدين خادم لما كان بدور المياه وقع على دم سيدنا علي بدأ أن يفتك بيد ربه فقال له كاظمين الغيظ خادم قال له كظمت غيظي والعافين عن الناس عفوت عنك والله يحب المحسنين فأعطاه قدر من الايه من المال صلى الله عليه وسلم. الآن مع فضيلة آل السيد الدكتور زهران بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأهلا بكم جميعا في هذا المكان الطيب وفي هذه الليلة المباركة. نستقي من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجبر بنا أن نستقي. وقبل كل شيء يجب أن نسجل الشكر المثنى لدار جمعية أرمينيا والقائمين عليها لتفضلهم وتقربهم باستقبال الوافدين إليها وخاصة في هذه الليلة الطيبة. شكر الله لمجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومن سبق منهم ومن لها وكل القائمين على شؤونها وأمورها جزاهم الله خيرا وبارك فيهم. يعني وهذا أيضا يعلم بند من بنود الدعوة التي دعا إليها رسول صلى الله عليه وسلم في أن الناس يكونوا إخوة متحابين. الجميع عندما تتأصل الأخوة وتتوثق العلاقات والروابط يكونون كاليد واحدة أو كالعضو الواحد يشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. جزا الله إخواني وأساتذتي خيرا عميما. وإذا كان الحديث كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يعني ألفت نظر أساتذتي جميعا يعني وأنا أقرأ القرآن الكريم وخاصة سورة توبة يلفت نظري آية من آيات القرآن الكريم فيها يقول الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه. هو اللغة العربية المعروف إذا تقدم مثنى أن يشار إليهما بضمير مثنى مش كده سيدي؟ نعم. يعني والله ورسوله أحق أن يرضوهما ولكن القرآن وقف عند أن يرضوه الله. ده في سر عظيم في هذه الآية. يعني هو رضا الرسول صلى الله عليه وسلم هو رضا الله سبحانه وتعالى. يعني لا فرق بين الرضائين. يعني من أرضى الله فقد أرضى الرسول ومن أرضى الرسول فقد أرضى الله. ولذا جاء الضمير عائدا إلى مفرد واحد والله ورسوله حق أن يرضوه. المفروض أن يرضوهما. الضمير يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى رب الجلالة سبحانه وتعالى ولكن جاء الضمير مفردا عائدا على اثنين رب
الكلام والرسول صلى الله عليه وسلم على أن رضا الله سبحانه وتعالى في رضا الرسول ورضا الرسول في رضا الرب سبحانه وتعالى. دائما هذه الآية تلفت نظري عندما آتي إليها في قراءة القرآن، أقول يا سبحان الله يا سبحان الله. وهذا يعني ممكن أن يعاد إلى ما كان يقوله أستاذي وشيخي عندما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نذكره كل يوم. يعني إذا نطقنا الشهادة لابد من أن نرتب عن الشهادة وأشار أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نوع من الافتراض. ثم هناك موقف آخر وأنا أطيل لأني يعني ما شاء الله وبفضل الله بالفطرة المسلمون جميعا يعني من مقتبسات ما يسمعون من الأحاديث النبوية والمنتديات القرآنية وإلى آخره ما عندهم من الخلفية عن معرفة الله عز وجل يمكن ربما يفوق معرفة المتخصصين في هذا المجال. آتي إلى حديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم يعني تتذكرون معي عندما صعد على منبره درجة ثم درجة ثم الثالثة وفي كل مرة كان يقول آمين آمين آمين. فدهش الصحابة والسامعون وقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات فعلام كنت تؤمن يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال لي خاب وخسر من أدرك رمضان وصامه ولم يغفر له. فقلت آمين أول آمين يعني استجب يا رب. وقال لي في المرة الثانية خاب وخسر من أدرك أبويه ولم يدخلاه الجنة. فقلت آمين استجب يا رب. وفي الثالثة قال خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصل عليك. فقلت آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معين الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث عنه لا ينفد في حال من الأحوال، هو ملء الدنيا وملء السمع والبصر، وهو الشفيع، وهو سبحانه وتعالى النذير البشير، وهو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأن تتولوا كما توليتم من قبل أعذبكم عذابا أليما. وهكذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في دمائنا وفي شراييننا يجري. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أطيب الذكر ومن أحلى الذكر. وتظل تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ربما يعني يمتعك الله سبحانه وتعالى برؤية وجهه الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا وأن يجعلنا من أولئك الذين يعني حقنهم أن يروا الرسول صلى الله عليه وسلم جهرة أو نوما أو ما إلى ذلك، وأن يوردنا يوم القيامة على حوض الشريف يسقينا به الكريمة الشريفة شربة لا نرفع بعدها أبدا. أنا أستاذن معالي أستاذي جابور أقرأ قصيدة كده لأن أنا أعبر بالشعر أصلا مما أشد أعبر بالنثر فيعطيني ولا أختار